بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في اليوم 16 جولاي 2020، الساعة 2:30 صباحا. هاي الحلقة رقم 8 من مجموعتنا أروباكس، وعنوانها زي ما وعدتكم بالحلقة الماضية، عنوان لطيف يستحق شوية دردشة مننا، وهو يحتوي على سؤال: ماذا سيفعل الرئيس دونالد ترامب إذا خسر الانتخابات؟ يلا خلينا نشوف، يعني نستعرض سيناريوهات. لا سمح الله، إن شاء الله بيكسب، بس قلت اوكي، مش يعني ومش مجهز لهذا الموضوع نهائي، لاني انا مش جاهز لاحتمال خسارة للرئيس دونالد ترامب على حسب كل توقعاتي في حلقات السابقة. بس مش غلط انه يعني لا سمح الله اذا حصل هذا الموضوع نشوف شو هو ايش راح يعمل، ونستعرض اشي بسيط انه مثلا لو خسر شو بده يصير فينا، يعني ويجانا مثلا المرشح الديمقراطي جو بايدن بشكل بسيط ووجيز، هذا لانه كمان لسه احتمال ضئيل جدا. فحطيت يعني حتى ندردشها حلو بطريقة حلوة 4 أسئلة. قلت: هل مثلا سيفتح الحرب حرب خارجية وتكون مثلا ريجنال، يعني منطقية بين ناس وناس، وإحنا نوقف ولو شوية على الحياد، بس نسمي حالنا إنه دخلنا في الحرب شوي، لأنه إذا عمل هذا الإشي تعرفوا الانتخابات عنا بتصير في هذه السنة 3/11، أول يوم 3 من شهر نوفمبر، يعني بيكون 3/11/2020. إذا لا سمح الله خسر لسه بيضلوا في كرئيس ل 20/1/2021، ل 20 جانوري، موعد استلام وتسليم السلطة أو الرئاسة للي بيكسب. ففي عنا إحنا مش قوانين، يعني مادتين من الدستور أو مادة من الدستور تمنح الرئيس صلاحية البقاء في الحكم إذا اندلعت حرب عالمية، مثلا على مستوى حرب عالمية، إذا اندلعت حرب في العالم على مستوى حرب عالمية شاملة، أو إذا اندلعت أزمة داخلية وأعمال شغب داخلية زي اليوم بس ازدادت حدة ولا كذا، وصار فيها إنه يعلن الطوارئ في البلد ويعلن منع التجول وينزل الناشونال جارد الحرس الوطني لكل الولايات في كل الشوارع، هذا بيمنحه الحق انه يضلوا في الحكم، ميصيرش في استلام تسليم للحكم لحد ما هاي الامور تهدى. مش بس يعني حرب على مستوى عالمي، لو أمريكا دخلت في حرب في مكان ما في الخارج، أو وقفت مثلا كمساند أو مشاهد يعني لحرب حصلت بين دولتين كبار أو دولتين مثلا أو في منطقة إلها وزنها زي الشرق الأوسط مثلا، يعني في حالة اندلاع حرب بين إسرائيل
الكيان الصهيوني وإيران ممكن يفتعلها، ممكن يفتعل حرب بين الكيان الصهيوني وإيران عشان يتخذ منها ذريعة أن يظلوا في الحكم لحد ما تخلص. وفي هاي الحالة شو بيسوي؟ حتى يجهز يعني القاعدة الجماهيرية في الولايات المتحدة، وإذا كانت واحدة من الأطراف هي اللي ما كانت يعني تدعى إنها حليفتنا القوية في العالم، مش بس في الشرق الأوسط، اللي هي الكيان الصهيوني، وبده يعني يدخل ويتأكد إنه الطرفين يخلصوا على بعض، لأنه هذا هو يعني الهدف تبعه، إنه النيل من أعدائه. وأعدائه معروفين وحكيتهم في كل حلقات السابقة، اللي هو الهدف الأسمى: الصهيونية العالمية والماسونية العالمية، والتي منها الكيان الصهيوني الذي يجب أن يزول في هذه الحالة. فبتوقع مثلا إذا افتعل هذه الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، وهذه أكثر حرب متوقعة أنها تصير لأنه بتهمناش وبتأثرش لا على الحلفاء الأربعة زائد واحد، لا بتأثر على الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي. ومن ضمن الاتحاد الأوروبي لأنه نصها في أوروبا، وفي منها أجزاء من أوروبا وأجزاء بآسيا، اللي هي تركيا، بتأثرش عليهم، بس بصير الكل واقف في حالة طوارئ. وإذا أعلنت طوارئ عشان في حرب إقليمية، فمعناها كل رئيس في حكمه بظل في حكمه لحد ما تنتهي هاي الأزمة. لأنه بعتقد أنه معظم الدساتير ها مش القوانين، يعني الدستور، مماثل للدول الأخرى، مماثلة لبنود الدستور في الولايات المتحدة. حتى يعني ندخل شوية، بس شوية بسيطة في الموضوع، أنا مستثني عامل واحد اللي هو الاستسلام والتقاعد، مش راح يستسلم، هذا خصم عنيد. فبظل عنده انه يا بيفتعل حرب اقليمية خارجية، او بيفتعل ازمة داخلية. تحتاج الى قانون طوارئ، وفي كلتا الحالتين يعني بسرع من عملية النيل من أعدائه خلال هاي ال3 شهور، سواء بقي في الحكم أو انزاح بالقوة من الحكم مثلا. وهذا يعني شغلة، هذه ضرب من الخيال، بتصيرش عندنا في أمريكا، بس إذا في احتمال لحصولها بتحصل. هذا في عندنا يعني احنا قانون مورفي بنسميه، مورفيز لو: If anything can happen, it will happen, and at the worst possible moment. يعني إذا أي شيء ممكن إنه يحدث سيحدث، وفي أسوأ الاحتمالات أو في أسوأ الأوقات. هذا قانون مورفي. فمن هذا المنطلق نقول طيب، افرض هذا حصل، إنه خسر، هل سيستسلم؟ يتقاعد بهالسهولة؟ طبعا لا. اذا بضل عليه انه في عنده هدف، وفي عنده ميشن، يعني عملية لازم يتممها، اللي هي النيل من اعدائه الصهاينة والماسونية. ففي هاي الحالة بيكون عنده امرين: يا افتعال حرب خارجية، يا افتعال ازمة داخلية.
اللي بتتوجه تفعيل قانون الطوارئ في البلد، وفي هاي الحالة كل شيء بتوقف، في شيء استلام وتسليم سلطة، لأنه الرئيس الآن في حرب فبيظلوا في حرب لحد ما تنتهي الحرب ويعلن أحد الأطراف، أحد الأطراف المشاركة في الحرب نصرها والطرف الثاني هزيم. فهون إذا خسر وصار بده يفعل النيل من أعدائه بسرعة وتتسارع الزمن، في عنده يعني اختيارات كثيرة تحت متناول إيده. مثلا واحد منها يفتح ملف أحداث سبتمبر 2001 ويثبت بالإثباتات المدونة في الملف، لأنه تسكر الملف بسرعة فائقة وبدون دراسة أو الحكم على جميع إثباتاته الموجودة في الملف، سكر، وأي واحد بيجيب سيرته كان يعني يشعر بالخطر ويهددوا الصهاينة. فهون بقدر يفتح الملف هاد ويطلع بعض الأدلة وينشرها، ومش بس هيك، ويثبت تورط الإعلام الصهيوني القذر فيها كمان، إنه كانوا يعرفوا وكانوا يصوروا على مزاجهم في هذيك الأحداث. في عنده كمان ملف ثاني، ملف الجاسوس اللي مسكناه، بولارد ولا شو اسمه، بولارد اللي مسكناه، بفضح كل الأسرار اللي أفشاها للكيان الصهيوني، وبقول لازم هذا لم يعد مثلا حليف من حلفائنا. وفي الجهة الثانية كمان بعد ما يعرض كل إثباتات ملف أحداث سبتمبر 2001، راح يظهر أشياء كان لازم تظهر بالأول وتتحاكم عليها، كان بتوصل كل الأدلة للكيان الصهيوني. وهون بعلن إنه لم تعد أو لم يعد الكيان الصهيوني، هو بحكيها بطريقته الخاصة، أنا بحكيها بطريقتي الخاصة، لم يعد الكيان الصهيوني أحد حلفائنا، بل هو غادر يضرب بخناجره من الخلف في من رعاه طول هذه السنين. طبعا هذا كله ضرب من الخيال، مش موضوع أي موضوع في كتابي. موضوع كتابي ظل مستمر على أساس إنه بده يكسب. وقلت يا بصيب يا بخيب، بقدرش احط احتمال ثاني في الكتاب، يعني ماشي ثابت انه الكيان الصهيوني بده يزول، وانه راح هو وحلفائه ينتصروا ويحققوا هذا الهدف، فما بقدرش اتعرض لسيناريو ثاني. بس هاي مجرد دردشة يعني، مش موجودة في الكتاب، اجت عبالي وقلت اتسلى فيها معاك. في عنده لسه كمان ملف بنك أبو عليم الإسرائيلي اللي حكيت لكم عنه في حلقاتي الماضية، إنه هذا الكيان قاعد بغسل فلوس وبيهرب أسلحة وبيهرب أموال وبغسل أموال وكذا، وكيان قذر ووسخ ويجب التخلص منه، وبسأل الشعب إنه يفاوضوا بتجميد نتائج الانتخابات للذهاب للقضاء على هذا الكيان وعلى هذا الغادر، الصديق الغادر. ممكن، أو أفضل احتمال إله عشان ما يكشفش كل هاي الأوراق، إنه
يجيب النتن ويقول له طلع علي بدك تعملها، احنا وقفنا وراك طول هالسنين، بدك تضرب انت وايران، بدكوا تنتحروا وتتنحروا، واحد فيكم يروح وواحد فيكم اللي بضل، احنا بنخلص عليه بالزايد. او بجوز يدخل مع الكيان بدون ما يفضحهم ويخلصوا على ايران. هاي واحد اوت انتهى. بوقعهم وبعرف انه اذا مشى في هذا الموضوع يعني الدنيا بتقوم تقعدش في هذيك المنطقة، وحتما حتما بنتج عنها زوال الكيان. بس هل سيزول في 2021 مثلا؟ هل ممكن؟ أنا قلت خلال 24، أو قلت بعد 24 شهر عشان ما أغيرش توجهي، ولا مستعد أقول خلال 24 شهر. فيعني هل هذا احتمال؟ ممكن أي شيء بيصير. ما كناش نعرف إنه حياتنا بدأت تتغير بمجرد فيروس صغير منشوفوش بالعين، مجرد كوفيد 19. بما انه هذا حصل جديد، يعني في امكانية اي اشي في العالم يتغير بلمحة بصر. حصلت يعني امبارح باعتبار. فمن بعدها الانسان لازم يعرف انه اي اشي ممكن حدوثه بامر الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلص بصير، لا أنا ولا أنت ولا أي حد بيقدر يوقفه. خلاصة الحديث، بعتقد إنه أفضل حل إله يشعل حرب خارجية، وافضل حد اللي يقحم في هذا هاي الحرب هو العدو اللي بده يخلص منه بطبيعة الحال، اللي هو الكيان الصهيوني. بوقعهم بقول له للنتن بدك المرة تحارب عننا، انت رايح وانا رايح، اذول علي وعلى عدائي يا رب زي ما تقول. بس هاي مجرد دردشة، يعني أنا برجح احتمال افتعال حرب خارجية أكثر من افتعال أزمة داخلية، لأن الشعب الأمريكي واعي وبوقعش في هذا الفخ. بس ممكن يوقع بفخ الإقناع، إنه الرئيس ترامب يقنع إنه يعاود ينزل ويفاوضه في حماية الأمن القومي الأمريكي، لأنه هاي بلد في حالة اشتعال حرب خارجية. يلا عشان نتسلى، هاي جاك اليوم مني نص ساعة هون، عفوا ربع ساعة هون ونص ساعة هناك، هاي 45 دقيقة بصح لي من وقتكم. بتعب عشانكم، اتعبوا شوية عشاني واسمعوني وللأخير، وحطوا لي لايك وحطوا لي تعليق هيك حلو، اضحكوا ها ها ها، اعملوا لي شيء، اي شيء بس اعملوا. يلا استودعكم الله، خليني اركب لكم الحلقتين ورا بعض اللي يجوكوا في خلال نص ساعة او 45 دقيقة ورا بعض، تنتين جاهزات. استودعكم الله.